تعرف أحبائي، يسوع المسيح مرة كان في منطقة صور وصيدا، اتعامل مع امرأة كنعانية اللي كانوا بيقدموا ذبائح للأوثان وعبادات إباحية وإلى آخره، فأظهر أنه فعلا أنه لا يوجد فرق بين الناس، كل الناس مخلوقين على صورة الله. العنصرية بتيجي من الناس. إذا الدين بفرق الناس هذا ليس دين. هاي واحد. اثنين، احنا نؤمن انه المسيحية هي اكثر من ديانة. الدين يعني بيتكلم عن سيستم، عن انظمة اللي تمارس من خلال العبادة في الدين والطقوس وكل الاشياء، وهذا مش غلط. لكن المسيحية حياة بتغير الانسان من جوا لبرا، وبيعكس نور المسيح وشهادة المسيح في حياته. فالكل مخلوق على صورة الله، الكل موضوع محبة الله، واهتمام يسوع انه جاء وقدم نفسه كفارة من اجلك ومن اجلي حتى فعلا نكون احنا في شخص يسوع المسيح. كان في لعنة على كل شيء احبائي، فجاء المسيح وفعلا اخذ اللعنة عنك وعني حتى انت تأخذ هذه البركة.